السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، في هذا الفيديو غنتعرفوا على مراحل إدخال المعلومات الشخصية في موقع مباراة الأمن الوطني إن شاء الله. إذا ملي كندخل الموقع، كما كتلاحظوا كطلع لنا هذه الصفحة الأولى أو المرحلة الأولى اللي فيها المعلومات الشخصية ديالنا. كاينة بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الإزدياد، الاسم الشخصي بالعربية بالفرنسية، والاسم العائلي بالعربية والفرنسية. ثم كنضغطو على الجنس ذكر أو أنثى. من بعد كندوز للمرحلة الثانية، هنا كنختار واش موظف بالإدارة العمومية أو لا. إذا كنت موظف كندير نعم، كيطلعوا لي معلومات إضافية كنسجلهم، ولكن إذا ما كنتش موظف كندير لا، ما كيطلعوش لي هاد المعلومات الإضافية. كندوز للمرحلة الثانية، هذه متعلقة بالعناوين الشخصية. كاين هنا عنوان الإقامة، مدينة الإقامة، عنوان السكن للتواصل، ورقم الهاتف. إذا نفس الشيء هنا بالفرنسية، هاد العناوين كنعاودوهم بالفرنسية، رقم الهاتف، ثم الحساب الإلكتروني ديالنا. ثم كندوز للمرحلة الثانية، المرحلة الموالية الثالثة، هي متعلقة بالشهادات ديالنا. إذا هنا بالنسبة للتخصص، كنديرو التخصص ديالنا، واش القانون، الاقتصاد، المعلوميات، هنا سواء بالعربية أو الفرنسية. بالنسبة لمستوى الدراسة، واش باك بلس 3، باك بلس 1، باك بلس 2، كنكتبوها هنايا. الشهادة، الإجازة، الدكتوراه، البي تي اس، الدوك، كنكتبوه هنايا. ثم مدينة المؤسسة، يعني فين جديت الشهادة، الميزة ديالي والمعدل. تاريخ لجنة المداولة، يكون في اتيستاسيون ديالنا، واسم المؤسسة، الشهادة، المخول لاجتياز المباراة، يعني باش غندوز هاد المباراة، مثلا حراس الأمن، البكالوريا، مفتش الشرطة، مثلا فصلين من السنة الأولى من الجامعة، يعني المباراة اللي غندوز أو السيكل اللي غندوز، الشهادة المطلوبة ديالو. كندير اضيف اضافة شهادة، وكيطلعوا المعلومات اللي دونت هنا في الاعلى، كيطلعوا هنايا المؤسسة، الميزة، المعدل. ثم كنضغطوا على التالي، كتجي مرحلة ادخال اللغات التي يتقنها المترشح. اذا كما كتعرفوا ان اللغة الاختبار الاول يكون باللغة العربية، ملزمين به. الاختبار الثاني كنختاروا اللغة، واش فرنسية ولا إسبانية ولا إنجليزية. بالنسبة للشهادة، الإجازة، شهادة إجادة اللغة، مستوى إجادة اللغة، ثم اللغة، واش أمازيغ ولا فرنسي ولا، وكنديرو المستوى ديال إجادة اللغة والشهادة، ومؤسسة تحصيل الشهادة، وتاريخ تحصيل الشهادة. كندير إضافة لغة، كيطلع لنا المعلومات ديالنا هنايا في الأسفل ديال هاد اللغة اللي ضفنا. ثم كنديرو التالي، معلومات إضافية، يعني واش أنا من كفولي الأمة ولا من قدماء العسكريين. إجابة نعم، هنايا السؤال السري، هنا كنديرو هنايا هاد الرمز اللي معطينا، نعاودو نكتبوه في الأسفل. كنديرو مثلا السؤال السري، في حالة ضياع ولا نسيت المعلومة، تقدر بهاد السؤال السري نسترجع الحساب ديالي. السؤال السري، نختار السؤال وندير الإجابة على السؤال السري هنا في اليمين. ثم المرحلة الأخيرة هو نموذج التسجيل. هذا الوصل هذا يرجى طباعة نموذج التسجيل والانتقال إلى مقر الشرطة الإقليمية أو الجهوية أو دائرة الشرطة الأقرب إلى مكان إقامتك لإكمال التسجيل. يعني كنطبع هذا الوصل هذا، راه كتشوفوه هنا، كاينه الصوره، يعني نرفقه بالصوره، وكنديه الاقبر اقرب مقر شرطه. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.